لحيدر شكور. للأسف مرة أخرى المحسوبية والضغوطات السياسية والحزبية تسيطر على بعض مفاصل الدولة، حيث نشهد ضغوطات كبيرة تمارس ضد رئيس الوزراء ورئيس شبكة الإعلام لتعيين أحد الأشخاص لإدارة قناة الرياضية العراقية، الذين يضغطون سياسيا وحزبيا وتنفيذيا هم مقربون من رئيس الوزراء. العراقية الرياضية يجب أن تكون خارج الصراعات الرياضية، ستسرق حزبيا وسياسيا. ما راح أناقشك بما تحدث به، لكن أريد أسأل عن مصير حيدر شكور بالعراقية الرياضية، والكل يعلم هو ما له علاقة بالرياضة. الأخ مراسل حربي، يعني هذه من ضمن اللي هو الجملة الأخيرة أنه يجب أن تكون خارج الصراعات الرياضية العراقية وستسرق حزبيا وسياسيا. أنا قلت لك في مقدمة حديثي في البرنامج، طبعا تتسأل على مصيره، هو تم إعفائه بعد ساعات قليلة من تكليف مدير القناة العراقية الرياضية، والقرار كان صادر من رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور فضل فرج. يعني إذا ما قاله حيدر شكور صحيح، أنه أنا يتهموني لأن سني ومستضعف، وأنا يتهموني إرهابي اللي ذكره بوسائل الإعلام وأبعدته لأن مستضعف. الأخ حيدر يعني ما له علاقة بالموضوع، هو كان خراج عن السياق الوظيفي والإداري. اليوم أنت كل إحنا عندنا ملاحظات على مؤسساتنا اللي نعمل بيها، لكن تبقى ضمن إطار المؤسسة، تروح تنتقد مؤسستك ضمن السياقات الموجودة المعمول بها. هو فعلا اللي تحدث به صحيح؟ والله أنا حتى ظهور هذا الكلام لم أكن أعرف بأنه الزميل حيدر شكور سني أو بعثي أو إرهابي. كنت أجد يعني ماخذ حريته في الشبكة، يتصرف بتصرف طبيعي، ذات علاقات واسعة، يدخل على مدير شبكة الإعلام رئيس شبكة الإعلام متى ما يشاء، علاقاته متشعبة مع يعني مجلس الأمناء وأعضائها، يتمتع بعلاقات طيبة حقيقة. يعني تفاجأت أنا بهذا الكلام، لأنه لم يكن مسبوقا لي أن أعرف مثل هذه المعلومات، لأن كنت أرى يعني حجم وطبيعة التحرك للأخوة للزميل حيدر شكور، حركة حتى نوعية الاهتمام حسب ما وصل لي من مصادرنا. نعم. نوعية الاهتمام والراتب والصلاحيات لحيدر شكور. نعم. تتنافى مع زملائه وأقرانه. نعم نعم، يعني أسمع من عنده أنه أعطى أجزاء من جسمه في حرب التحرير ضد داعش، لا بأس من ذلك، نرفع لك القبعة، نشيد بجهودك، نشيد بتضحياتك في هذا الصدد، بس ما يصير تحملنا منه، ما يصير الطالب على ضوء ما قدمته تريد ثمن. يعني أكو ناس قدمت أرواحها، جادت بأنفسها، استشهدت في ساحات الوغى، تركت عوائل وتركت أطفال وتركت أمهات ثكلى، تركت أيتام اليوم ما لاقين يعني يلقون قوت يومهم حتى يعيشون. أنت الحمد لله والشكر يعني تتمتع بصحة وافرة، تتمتع بلياقة جسمانية ممتازة، راتب مريح، ما يعني ما أعرف حقيقة يعني أسباب هذه الهجمة اللي انطلقت على لسان الزميل حيدر شكور، اللي فاجأني بطروحاته يعني حقيقة لم تكن موفقة جدا. أما قرار إبعاده من قناة العراقية الرياضية هو أمر يعني لم يكن لي شأنا فيه.